نشاهد الآن مرور بعض من الأسلحة والمعدات التي شاركت في حرب أكتوبر. القوات البحرية. أمام نقطة المشاهدة ناقلة محمل عليها الصاروخ البحري سطح طراز B-15، والذي تم استخدامه لإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات في معركة 21 من أكتوبر عام 67. ناقلة محمل عليها القوارب المطاطية طراز زودياك، والقوارب السريعة طراز ديليكي، وأجهزة الغطس ذات الدوائر المغلقة من طراز فانزي وبريلي. القوات الجوية. أمام نقطة المشاهدة الطائرة MiG-21، والتي كان لها دور بارز ومؤثر في العمليات الجوية خلال حرب أكتوبر، وخاصة في معركة المنصورة في 14 من أكتوبر عام 1973. قوات الدفاع الجوي، حماة السماء، العيون الساهرة والمدافع الهادرة. الصاروخ SAM-2 روسيا الصنع اشترك ضمن حائط الصواريخ في حرب أكتوبر، وهو صاروخ متوسط المدى يتعامل مع الأهداف الجوية المعادية ويعمل على الارتفاعات المتوسطة. ناقلة محمل عليها الصاروخ SAM-3، صاروخ روسيا الصنع انضم للخدمة عام 1970، ويتعامل مع الأهداف الجوية المعادية واشترك ضمن حائط الصواريخ. ناقلة محمل عليها القاذف الصاروخي SAM-6 روسيا الصنع انضم للخدمة عام 1973، وكان من أبرز أنظمة الدفاع الجوي. المشاة. المركبة BK ناقلة جند مدرعة برمائية روسية الصنع دخلت الخدمة عام 1968، وتتميز بالقدرة العالية على القتال في جميع أنواع الأراضي. المركبة الطباز ناقلة جند مدرعة برمائية تشيكية الصنع دخلت الخدمة عام 1970، وصممت المركبة لنقل وحماية أفراد المشاة من نيران الأسلحة الصغيرة. المركبة BMP مركبة قتال مدرعة برمائية الصنع. الدبابة T-62 دبابة روسية الصنع من إنتاج عام 1965، وتعتبر أحدث دبابة تم اشتراكها في حرب أكتوبر، حينما تم انضمامها للخدمة عام 1972، وتزن 37 طن. المدفعية. ناقلة محمل عليها الهاوتزر 152 مليمتر مجرور روسيا الصنع اشترك في حرب أكتوبر بعدد 2 كتيبة أثناء تنفيذ التمهين النيراني بمهمة الضرب على التحصينات الميدانية، وقد دخل الخدمة عام 1932. ناقلة محمل عليها المدفع 100 مليمتر مجرور والهاون 120 مليمتر روسيا الصنع.